احنا عارفين طبعا ان مشكله سرطان الثدي تعد من اكثر الاورام شيوعا في السيدات، ودي ده اللي بيخلي لها اهميه كبيره، وخصوصا ان في فرق كبير جدا بين نتائج العلاج في سرطان الثدي لما بيتم تشخيصه مبكرا ونتائج العلاج لما بيتم تشخيص السرطان متاخرا، بمعنى ان نسب الشفاء بتوصل 99% لما بنشخص سرطان الثدي في مراحله الاولى، بينما نسب الشفاء بتوصل فقط ل 5% لما بيتم تشخيصه متاخرا. ولذلك يعتبر الكشف المبكر لسرطان الثدي هو مفتاح العلاج في سرطان الثدي. عشان نقدر نكتشف سرطان الثدي بدري لازم نبقى عارفين كويس يعني ايه الفحص الذاتي للثدي. كل ست لازم تعود نفسها انها تفحص نفسها مره شهريا قدام المرايه وتفحص صدرها. في المره دي لازم تعملها دايما بعد انتهاء الدوره. ليه بنقول بعد انتهاء الدوره؟ لان بيبقى في شويه احتقان في الثدي بيقل جدا بعد انتهاء الدوره، وبالتالي تقدر تفحص نفسها كويس. لما تيجي الست تفحص صدرها لازم تتعامل مع صدرها زي ما يكون رغيف عيش، بتقسمه اربع ارباع وتبدا تفحص كل ربع لوحده. لما تيجي تفحصه لازم تفحصه بمسطح ايديها وبانامل صوابعها. هتعمل ازاي؟ مبدئيا هتعامل مع الثدي على ان هو رغيف وهتقسمه اربع ارباع، 1 2 3 4، تبدا تفحص كل ربع لوحده بالمنظر ده. تبدا تفحصه كده وتتك عليه كويس قوي كانها بتدور على اي كلكيعه او على اي جسم غريب غير متجانس مع الانسجه المحيطه. ادي 1، تبدا تفحص الناحيه الثانيه، ادي 2، تنزل الربع الثالث ثم الربع الرابع. بعد ما تخلص الاربع ارباع تبدا تركز على منطقه الحلمه وتفحصها كويس جدا. بعد ما تخلص المنطقه دي تبدا تروح للناحيه الثانيه، هتمسك الناحيه الثانيه وتفحص الاربع ارباع، ادي 1، ادي 2، ادي 3 ثم 4، ثم تنزل على منطقه الحلمه تفحصها كويس وتعثرها تتاكد ان مفيش اي افرازات. بعد ما تخلص الثديين لازم تبدا تبص على منطقه الاندر ارم او منطقه الباط. منطقه الباط دي فيها الحيل اللي لو في اي مشكله في الثدي هتسمع في منطقه الباط، فلازم تفحصه كويس. هتبدا تروح على منطقه الباط وتبدا تفحصها كويس جدا وتتاكد ان ما فيهاش اي كلاكيع او اي حاجه. تروح على الناحيه الثانيه وتبدا برضه تفحصها كويس جدا وتطمن ان ما فيهاش اي حاجه. بعد كده تبدا تبص على الثدي كله قصاد المرايه تطمن ان ما فيش اي تغيرات في سطح الجلد. ما تنساش حاجه مهمه جدا، لازم ترفع الثدي وتبص على المنطقه السفليه، لان ممكن المنطقه السفليه يكون فيها اي حاجه مش باينه. ترفعهم الاثنين وتبص في المرايه تطمن ان ما فيهمش اي حاجه. لو ظهر اي مشكله او شافت اي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده لابد انها تتوجه لدكتور الجراحه، ومش اي دكتور، لازم دكتور الجراحه ولازم يكون متخصص في مجال الاورام. لو عملنا كده بشكل دوري نقدر ان احنا فعلا نكتشف سرطان الثدي بشكل مبكر، وبالتالي نرفع نسب الشفاء الى 99%. ودي الرساله اللي احنا عاوزين نوصلها لكم النهارده، وشكرا جزيلا ليكم.